الخارجية آدم روزفلت. معنا أيضا من سان بطرسبورغ في روسيا رئيس المركز الثقافي الروسي العربي مسلم شعيتو. مرحبا بضيفي، وسأبدأ معكما بمسألة الناتو وتصريحات الرئيس الأوكراني التي تزداد انتقادا على ما يبدو لموقف الناتو إزاء الحرب في أوكرانيا. سيد روزفلت، هذه الانتقادات هل تؤثر بأي شكل من الأشكال على موقف الناتو، موقف دول الغرب بشكل عام فيما يتعلق بأي إجراءات عسكرية محتملة في الفترة القادمة؟ دعني أشكركم على دعوتي. ثانيا، التصريحات التي أدلى بها الرئيس زيلينسكي لها هدف واحد، وهو مواصلة تلقي المعدات والدعم من حلف الناتو ومن حلفائه. إذن هذا الدعم محدود للغاية. بالطبع هي شحنات من الأسلحة ودعم في المعدات الطبية وغيرها من المعدات التي يحتاجون إليها، لكنها لا تشمل ما يحتاج إليه حقيقة. هو يحتاج الدعم العسكري، وهذا الدعم لن يأتي. هذا الدعم لا يمكن تقديمه له، نظرا لأن أوكرانيا كما نعلم جميعا ليست دولة عضوة في حلف الناتو وليست دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لن يتم نشر أي قوات عسكرية داخل أوكرانيا لمواجهة العدوان الروسي على الأرض من خلال دعم عسكري مباشر. للأسف لن نرى يوما نجد فيها أن قوات حلف الناتو وقوات أمريكية ستقاتل جنبا إلى جنب داخل أوكرانيا لمواجهة روسيا، لأنهم في موقفهم هذا لا يعتبرون أن أوكرانيا عضوة في حلف الناتو. أستاذ مسلم، مرحبا بك معنا أيضا. نتحدث عن هذه المطالب التي نسمعها منذ اليوم الأول لهذه الحرب الروسية على أوكرانيا من السيد زيلينسكي ومن مسؤولين أوكرانيين آخرين. لماذا برأيك يرفع المسؤولون الأوكران سقف هذه المطالب لدرجة هم يعلمون جيدا أنه لن تتم تلبيتها بهذا الشكل؟ مساء الخير لك ولمشاهدينك ولضيفك الكريم. يعني أعتقد أن المعنى لماذا يرفع الروس السقف المطالب، نعم؟ لا، لماذا يرفع الأوكران سقف المطالب من الغرب؟ من الغرب، أوكي. أولاً يبدو أن القيادة الأوكرانية كانت متوهمة كثيراً بالوعود التي قدمتها الدول الغربية وتحديداً الناتو، وما إرسال الأسلحة مضادة للدبابات وللطائرات في الوهلة الأولى كان سيعطي انطباعا أن الناتو سيتدخل بطريقة أكثر فاعلية وبأسلحة أكثر تطورا أو بالأحرى مباشرة في هذا الصراع. هذا ما كانت تطمح إليه. لا بس يعني مواقف الناتو أستاذ مسلم واضحة منذ اليوم الأول، منذ أن بدأت ملامح هذه الأزمة هناك تصريحات بشكل شبه يومي لن يكون هناك تدخل مباشر في الحرب على الأراضي الأوكرانية. سمعناها من الأمريكان، سمعناها من عدد من الدول الأوروبية مرارا وتكرارا، وبالتالي على ماذا بنى السيد زيلينسكي مطالبه هذه برأيه؟ بنى كما قلت، هناك كانت وعود كثيرة وهمية، بالإضافة إلى هذه المساعدات، هذه ليست مساعدات بسيطة فعلا. أنها كان يمكن على أساسها الانطلاق بالرغبة أو بالحلم بأن تكون الوعود أكثر جدية وبالانتماء إلى الناتو، كان يطمح إلى ذلك ويسعى ويلقي خطابا، حتى أنه تحدث عن إمكانية أن يصنع قنبلة نووية، وهذا كان حلم الناتو أن تمتلك أوكرانيا قنبلة تستطيع أن تتصارع فيها مع أوكرانيا، ولذلك كان يرسل هذه الرسائل مرتفعة النبرة، إلى أن وصل اليوم ويقول أننا لن ندخل إلى الناتو. فهذه الوعود هي التي دفعته وهي التي ورطته بهذا السلوك السياسي الذي أدى إلى هذه الكارثة. سيد روزفلت، ما رأيك، هل بالفعل كان هناك وعود من الغرب من الناتو تحديدا ورطت في نهاية المطاف كما يقول الأستاذ مسلم الرئيس زيلينسكي وأوصلته إلى وضع وجد نفسه الآن مضطرا للقول لا نريد الانضمام إلى هذا الحلف؟
دعني أقول إن العضوية في حلف الناتو يمثل عملية بيروقراطية طويلة الأمد ويتطلب الكثير من الامتثال بغض النظر عن رغبة الرئيس زيلينسكي في الانضمام في حلف الناتو. إن الحصول على دعم حلف الناتو شيء، وكذلك أيضا هناك شيء آخر هو الالتزام بالاشتراطات القوية والكبيرة التي يتطلب حلف الناتو لعضويته، وبالتالي الحكومة الأوكرانية لا تستطيع الوفاء بكل تلك المتطلبات اليوم لو أنها كانت حقيقة تلقت فرصة حقيقية لتكون عضوة في حلف الناتو. إذن هذه عملية أكثر تعقيدا من مجرد الرغبة في أن تصبح عضوا في حلف الناتو بهدف تحقيق الأمن العسكري والقدرة على خوض الحروب التي أصبحت على بابهم الآن. أعتقد أن هذه المطالب حقيقة لم تتم بناء على الوعود التي قطعت من قبل. أعتقد أن الرئيس زيلينسكي يستخدم تكتيك من تكتيكات الحرب الإعلامية ليكون هناك وحدة في الموقف خلفه، لأن حلف الناتو لديه عمليات استخباراتية، وكذلك أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لها عمليات استخباراتية تتعاون مع الحكومة الأوكرانية فيها من قبل هذه الحرب، وبالتالي نظرا لأنهم كانوا يعملون سويا كتحالف ظن في هذه الحالة أن هو سيكون لديه قدرة للضغط عليهم، والآن ذلك الضغط غير موجود نظرا لأنك إذا لم تكن عضوا في حلف الناتو فلا يمكن تقديم دعم أمني مباشر بالمستوى الخاص بالوصول لنشر قوات على أراضيك. ولكن دول الناتو ودول الغرب عموما تقف وراء أوكرانيا بشكل واضح، يعني هو لماذا يطلق مثل هذه المطالب التي قد تحرج حلفاء الغربيين وهو يعلم جيدا أن أي تدخل عسكري مباشر في أوكرانيا لن يحدث؟ الأمر يرجع لأن هدفه الأساسي في هذه المرحلة الرئيس زيلينسكي في أزمة، إن دولته تتعرض لاستهداف عسكري من طرف روسيا وقصف للمواقع المدنية، إن بلده تتعرض للقصف والبنية التحتية الحساسة هناك يتم تدميرها، وكذلك البنية التحتية للاتصالات والمواقع العسكرية 136 هدفا عسكريا دمر. إذن هذا هو خياره الوحيد اليوم. إذا لم يلجأ للغرب بهذه الطريقة ولم يطالب بهذا الموقف الشديد من الضغط على تلك الدول، فما من خيارات أخرى أمامه. روسيا سوف تفوز بهذه الحرب وسوف تحتل أوكرانيا، وفي مرحلة ما روسيا سوف تحتل كييف إذا لم يكن هناك دعما حقيقيا يمكنه من صد العدوان الروسي. طيب أستاذ مسلم، لو انتقلنا إلى الميدانيات والحديث عن الأهداف الروسية من هذه الحرب أو كما تسميها روسيا العملية العسكرية الخاصة، الآن نتحدث عن 3 أسابيع مرت على بدء هذه الحرب، هل هناك مؤشرات ملامح على أن روسيا في طريقها إلى تحقيق الأهداف المرجوة من هذه العملية العسكرية وضمن الجدول الزمني الموضوع؟ يعني بالنسبة لجدول الزمني أعتقد لا يعرفه إلا القيادة العسكرية والسياسية الروسية، لكن حكما أي عملية عسكرية هي مرتبطة بأهدافها، الأهداف السياسية والأهداف العسكرية. الأهداف العسكرية التي وضعتها هي التخلص من المنظمات المتشددة والعنصرية في أوكرانيا، وليس ضد الجيش الأوكراني ولا ضد المدنيين ولا دخول. هل تغيرت هذه الأهداف أستاذ مسلم؟ يعني لو قارناها في بداية هذه الحرب سمعنا الرئيس بوتين يقول مباشرة، يناشد الضباط في القوات المسلحة الأوكرانية لأخذ زمام الأمور بأيديهم وإلى آخره، هل تغير بعض هذه الأهداف برأيك؟ بالنسبة للأهداف لم يتغير أي منها أبدا، لا السياسية ولا العسكرية، لكن بالنسبة للخطط العسكرية حكما هي مرتبطة بالميدان التي يحددها القادة العسكريون. نحن نلاحظ نعم كان هناك هجوما سريعا وأصبح الآن هجوما بطيئا تدريجيا، محاصرة المدن عدم دخولها ومحاصرة المجموعات المتشددة في شرق أوكرانيا، هذا ما نلاحظه، ومن ثم الإطباق على تلك المنطقة إما للاستسلام أو للخروج منها، وبالتالي إراحة أو يعني إزالة الخطر عن منطقة دانيسك ولوغانسك التي البارحة تعرضت لقصف وقتل 21 شخص وجرح 35 من خلال قصف القوات المتشددة لمدينة دانيسك. سيد روزفلت، التقييمات الأمريكية تحديدا لسير العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تقييمات سلبية إلى حد كبير، التقارير الأمريكية ودوائر الاستخبارات والخبراء يقولون أنه
الأداء العسكري الروسي في أوكرانيا ليس كما كان متوقعا، ليس كما كان مأمولا على الأقل من الجانب الروسي. إلى أي مدى برأيك هناك بعض الدقة في هذه الأقوال؟ بداية دعني أقول أنني خدمت لمدة 10 سنوات في الجيش الأمريكي وانضيت عامين في مناطق النزاع في أفغانستان. أي خطة مهما كانت عظيمة وضخمة عندما يتم تطبيقها، وما نتعلمه كخريجين من الأكاديميات العسكرية والجنرالات، دائما لهم خطة، لكن تنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع يختلف كثيرا عندما يرتبط الأمر بالقتال على أرض الواقع وفي ميدان المعركة. لدينا تكتيكات حرب العصابات ولدينا تكتيكات مختلفة، شهدنا هذه الأساليب المختلفة والتكتيكات يتم تطبيقها جميعا في موقع واحد، الحرب السيبرانية، الحرب اللاتناظرية، الحرب غير التقليدية، كلها يتم تطبيقها بصورة آنية بغض النظر عن مستوى التخطيط المسبق. لا يمكن أن تتخيل كافة التطورات المرتبطة بانضمام كل هؤلاء الأشخاص للمقاومة. ما كان أحد ليتنبأ بوجود أجانب يأتون لدعم الجيش الأوكراني. كل هذه عناصر وتكتيكات جديدة تجتمع وتلتقي من نقاط مختلفة وتؤدي إلى تعقيد الموقف. ومن أهمية المكان أن نعرف أن المجتمع الاستخباراتي محدود اليوم في قدرته على ما يمكن أن يقيمه، لأننا الآن ليس لدينا عملية متكاملة على الأرض. نستطيع أن نحصل على بعض المعلومات من الصور الفضائية ومن نتشارك مع شبكة الجواسيس وغيرهم، لكن لا يمكن أن نقدم تقييما كاملا مهما كان ما يقوله العسكريون من أن الخطط الروسية لم يتم تنفيذها وفقا للجدول الزمني وغيرها، إنها تتم وروسيا تنجح اليوم في مساعيها. طبعا كما أشرت أستاذ مسلم، لا أحد يعلم ما هو الجدول الزمني أصلا لهذه العملية، متى ستنتهي أو كيف ستنتهي. هل هناك أي اعتراضات، أي يعني تيارات داخل روسيا نفسها مقاومة أو تعارض هذه العملية العسكرية؟ لأنه أيضا هناك تقارير في الغرب على الأقل تشير لأن هناك نوع من المعارضة، شاهدنا على شاشة التلفزيون المرأة التي تعمل في إحدى المحطات التلفزيونية وهي تحمل اليافطة المعارضة للحرب. هل هناك أي حركة يمكن وصفها بالمعارضة للحرب في روسيا اليوم؟ نعم، في روسيا هناك حركة معارضة تتمثل في التحركات التي تحدث كل سبت في المدن، لكن نسبيا هي متواضعة جدا ولا تشكل ثقلا سياسيا أو حتى ضغطا على الحكومة. ولحسن الحظ يعني السلوك الغربي العدواني والهستيريا الإعلامية ضد روسيا وضد قيادتها زادت من شعبية الرئيس بوتين ومن تأييد المواطنين الروس للعملية العسكرية التي يقوم بها الجيش الروسي. لكن أن تكون هناك أصوات معترضة، نعم هناك أصوات ومسموح لها أن تتحدث، حتى أنها تتظاهر وبدون ترخيص، مع ذلك مع أنه ذلك ممنوعا، وتقوم في المدن الكبرى في سان بيترسبورغ وفي موسكو. لكن نسبتها، هذا المهم جدا، يعني في مدينة مثل سان بيترسبورغ 5 مليون شخص يتظاهر، حوالي 1000 شخص أسبوعيا. فهذا معنى هاي مدينة الرئيس، مش هيك أستاذ مسلم؟ نعم، هي مدينته حيث أسكن، نعم. لكن هذا يمثل ما طبيعة هذه المعارضة، 1000 شخص على 5 مليون. فأنتم تعرفون ما النسبة. طيب سيد روزفلت، ما رأيك؟ يعني لافت ما ذكره الأستاذ مسلم فيما يتعلق بأنه مواقف الغرب خلال هذه الحرب، خلال هذه الأزمة حتى قبل الحرب، زادت من شعبية الرئيس بوتين وزادت من التأييد للعملية العسكرية. كيف تنظر إلى ذلك؟ إن هدف حرب المعلومات هو دائما أن يكون لديك قدرة على تقويض العلاقات العامة المحيطة بالخصم، وكذلك أيضا توجيه الرأي العام للاتجاه الذي ترغب فيه. أعتقد الآن أن حرب المعلومات من الغرب وحرب المعلومات من حلف الناتو وكذلك حرب المعلومات وتكتيكاتها من أوكرانيا ناجحة للغاية. ننظر لمقياس النجاح بناء على المستوى التكتيكي للأهداف علاوة على المستوى الاستراتيجي. على المستوى التكتيكي للأهداف الآن هي ناجحة من الناحية العسكرية، من الناحية الاستراتيجية ومن ناحية العلاقات العامة هي ناجحة، لكن خسارة الأرض معناها أنك يتم
وضعك في منطقة ما تسمى منطقة القتل في النطاق العسكري. إذن نرى أن الرئيس زيلينسكي بغض النظر يعلم أن الوقت ينفد منه بغض النظر عن مستوى نجاح الحملة الإعلامية التي يقوم بها. إذن فالإعلام المحيط به كل يوم يخسر وقتا كل يوم ويخسر سيطرة على الأرض، ونحن الآن في موقف نرى في أن روسيا قريبة للغاية من النجاح في مساعيها. طيب هذا على المستوى العسكري أستاذ مسلم، ولكن هناك أداة يستخدمها الغرب، أداة أساسية في هذه المواجهة مع روسيا، وهي أداة العقوبات. إلى أي مدى شعر المواطن الروسي، أنت تعيش هناك الآن بعد 3 أسابيع على فرض هذه الحزم القاسية والصارمة من العقوبات، هل هناك شعور لدى المواطن الروسي العادي بأثر هذه العقوبات حتى الآن على الأقل؟ يعني إذا نجح الغرب تماما في الحملة الإعلامية التي يمتلك القدرات الكبيرة قياسا مع روسيا في المسألة الاقتصادية، رغم كل العقوبات الظالمة، حتى أنهم عاقبوا القطط الروسية والمعاقين في الألعاب الأولمبية، وصلوا إلى هذا المستوى من الضغط على روسيا حتى الآن، يعني في الحياة اليومية الروسية في المدن لم تتأثر بشكل كما كان يتوقع الغرب من ذلك. نعم هناك سلع ستفقد من السوق، السلع التي كانت تأتي من الغرب، هناك إغلاق للكثير من المحال والمراكز التجارية التي كانت تابعة للشركات الغربية، شركات الخدمات وبعض المشروبات وبعض السيارات التي تصنع، لكن هذه لا تنعكس على حياة اليومية للمواطن الروسي، لأن هناك البديل والكثر من البدائل في المحلات التجارية وفي السلع الروسية. نعم بس أيضا هناك أستاذ مسلم، يعني كما ورد في الأنباء اليوم على الأقل، روسيا الآن بدأت تضع قيود صارمة على تصدير بعض هذه السلع الاستراتيجية مثل القمح، مثل السكر الخام، مثل أمور أخرى إلى الدول التي كانت تتعامل معها، الدول الجارة، دول الاتحاد السوفيتي السابق، بيلاروسيا واحدة منها، وبالتالي على ما يبدو روسيا تتحوط أو تتحسب للأثر في الفترة القادمة لمثل هذا الأمر. ليس 100% هي تمنع التصدير إلى دول الاتحاد السوفيتي السابق، هناك اتفاقات ستلتزم بها، لكن روسيا لن تصدر إلى دول التي شاركت على العقوبات ضد روسيا أو أخذت موقفا معاديا لروسيا، ونحن نعرف أن روسيا هي الممول في السلع الأساسية كالقمح والزيوت وأيضا الغاز والنفط ومشتقاته والأسمدة الضرورية للزراعة، هناك الكثير من إمكانيات روسيا أن تستعملها ردا على العقوبات الغربية، وأعتقد بدأت بشكل تصعيدي وبشكل تدريجي للوصول إلى قطع كل هذه المواد عن الأسواق الخارجية، وبالتالي سيتضرر حكما الأسواق الأوروبية والأسواق الأخرى المرتبطة بروسيا، ولن ينعكس مباشرة على الاقتصاد الروسي أو الحياة اليومية الروسية إلا في الفترة الآنية القصيرة، لكن في الفترة المتوسطة والبعيدة سيكون المعاناة من دول غربية أكثر منه، وحتى للأسف من دول العالم الثالث في أفريقيا. وفي دول العربية عدد كبير منها يعتمد إلى حد كبير على القمح المستورد من روسيا ومن أوكرانيا. شكرا جزيلا لك الأستاذ مسلم شعيتو، رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، كان معنا من سانت بيترسبورغ في روسيا، وأشكر ضيفنا من واشنطن.